بفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والإفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري، تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وإفريقيا، إطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سي لمليون إفريقي، إطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة من أجل القضاء على فيروس سي للضيوف المقيمين في مصر وليس اللاجئين، بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي بتولي إعداد تصور خاص بتحقيق فرص التكامل العربي الإفريقي في كل المجالات، بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف، بالإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين على مبدأ أخوية وادي النيل، إنشاء سوق عربية إفريقية مشتركة، إنشاء صندوق لتمويل بنية التواصل الإفريقي في مجالات الطرق والسكة الحديد والكهرباء لتعزيز الاندماج القاري، إنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات الإفريقية العربية، العمل على تمكين الشباب والمرأة بتحويل الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق الارتقاء بالتعليم والتدريب.